السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم البنات؟ نتمنى ان شاء الله لكم بخير. راني رجعت لكم اليوم، وهذه ماشي فيديو كيما الموالف. بغيت نقول لكم باللي حبست شوية الفيديو باسكو كنت شوية مريضة عيانة، ما كاش عندي دخل مغال باش ندير دي فيديو. راني نوريكم في كوزينتي، ماشي باش نوريها لكم ديجا وريتها لكم قدام ما ندير البركوكس، مي وريتها لكم باسكو صرات لي حادثة هاليومات. الحمد لله خرجت سلامات، مي راني في كلكو جوغ قريب من حرقت الكوزينة تاعي، انخلعت انا وولادي. مزيا كانوا معنا جوارين، خرجنا عند جوارين وكان هنا ولدي ومول الدار، حبسوا الحركة الحمد لله. سي فري كو خلعنا، جاتنا كي صدمة، مي بغيت نقول لكم الحمد لله ما صرالنا والو انا وليداتي. سي فري كنخلعنا مصدمنا، مي سينو الحمد لله كيما يقولوا الناس، تجيك في الصالح وما تجيكش، ما تجيش في صحتك ولا في صحة ولادك. كوزينتي ضاعت، مي معليش الحمد لله تتعوض، نقد نعاود ندير كوزينه وحده اخرى. وكيما قلت لكم خطر الاولى راني دايره ان شاء الله باش نرحل، كي نرحل كنت دايره ان شاء الله باش نشري كوزينه وحده اخرى، مي بغيت زعما غير نهضر معكم شويه باش نفهمكم باللي الصوالح هادو حنا نديروهم بصح يقدروا يروحوا في ثانيه. والله العظيم تكون عندك الدار كاع فيلا وكون يبغي ربي عليك في تانية سبحان الله كلشي يروح لك، ما يبقى لك والو. سي بوغ سا نعطيكم نصيحة، ما تعطوش قيمة بزاف لهاد الصوالح، هذا غير شكيل اللي عنده ولا اللي ما عندهش، ولا هذا كيقولوا فقير ولا هذاك عنده، ما كاش فرق. كاش الصوالح هادو والله العظيم يقدروا يروحوا في تانية. انا كون ما كاش ولدي هنا وطفى الحريقة هذه كانت غادي قاعد دار تنحرق. الحمد لله سبحان الله انخلعت، انا عمري ما كنت دايره باللي كوزيتي تنحرق، مي نو مي الحمد لله. كما يقولوا احنا يا بني ادم اوبليجي يصرو الناس صوالح كيما هكا، مي ما تعطوش قيمه لهاد الصوالح. كوزينتي انحرقت معليش، ان شاء الله دوك ندير خير منها ان شاء الله. المهم انا وولادي ما صرنا والو، جارتي مسكينه حلت علينا الباب تاع دارها دخلنا عندها. سي فري كو الريحه كانت فوق، الريحه كانت قويه بزاف، وخرجت سلامات. واش نقول لكم؟ ان شاء الله غادي نعاود نساوي كوزينتي، نعاودها وان شاء الله كي نعاودها راني نعاود نوريها لكم ان شاء الله. وطلبوا لي ربي باش يشافيني ان شاء الله، وباش نعاود نقعد ندير لكم دي فيديو، بس دوك لي فيديو كنت نديرهم لكم في واحد المومون كنت شويه مريضه وما قدش حتى نتحرك. كي وليت ندير لكم لي فيديو وليت نبوجي شويه، وليت نحس روحي غايه، ومن بعد حبستهم وليت ما قدش نديرهم. ان شاء الله ربي يشافيني ويشافي كاع المرضى، نديرهم فوق الارض، ونتمنى ان شاء الله كنت خفيفه عليكم. وهذا مكان خواتاتي، واش نقول لكم؟ تهلاو في رواحكم، ونتمنى لكم ان شاء الله ربي يبعد علينا وعليكم هذا الوباء يا رب، ونتمنى لكم غير الخير. وهذا مكان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.